اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه يا شباب اللي هو عملية تعقيل اللي هو التين في المشاتل. شوف كيف قبل لا نروح نجي نجهز طبعا أول اللي هي الأصص باللي هو التربة اللي احنا نحتاجها. هذه أنا حاط الرمل اللي هو العادي. شوف هنا هذه اللهم صل على محمد وآل محمد. لازم تنظم طريقة ممتازة إن شاء الله. هذه بالنسبة إلى لازم تلاحظون شيء معين، هذا اللي هو البلاستيك. شوف لو تلاحظه موضوع تحت. طبعا العام الماضي كثير من الناس تأثرت به اللي هو النماتودة. هذا على الأقل يقيك من النماتودة، لا تأخذ التربة التحتانية. وطبعا المشكلة إذا كثر الماء وصار الأرض زيادة نداوة زيادة عالية يبدأ عملية اللي هو النماتودة. شوف كيف زراعته مرتب بهذا الشكل عندنا هنا ما شاء الله. ادعوا لنا بالبركة يا شباب، الله يعطيكم الصحة والعافية. هذا طبعا تين وعدة انواع، بس شوف كيف طبعا لو تلاحظون يا شباب في مهم بعد نقطة مهمة. لازم نخلي الفراغ هذا أفضل يكون حق له في الماي، لما تسقي بالفعل يحصل له هنا. شوف هذا عندي كم واحد هنا، هذا طبعا يعتبر خطأ إلا إنه بعد فترة إن شاء الله راح ينزل. أنا مكلم العامل يشيله ما شاله، زرع عليه وهو بعد علمه. طبعا هذا خطأ، هنا أفضل. شوف القسم هذا أفضل بكثير. شوف كيف ما نبغى نطول عليكم الفيديو. شوف هذه الابواب نسوي لها حق تكون نوع ما تهويه. اول الايام راح ان شاء الله نسكرها بالبلاستيك بس فقط لعمليه اللي هو الترطيب اللي. بس المكان رطب جدا ما في اي مشكله فيه. هذا يا شباب بالنسبه شوفوا هذا اللي هو المبيد الفطري اللي احنا نستخدمه اللي هو الستارتوب. هذا من افضل المبيدات الفطرية. شوف ما ادري ليش مو راضي يوضح شيء. ايوه شوف كيف ستارت اب. وطبعا احنا عندنا هذا نوضع فيه. شوف الان ده مستخدم. تجيب العقل هذه في هذا مثل هذا مشخال كذا وتحطه هنا وتقوم كذا، بدل ما العامل يحط يده بالمبيد لا تستخدم بهذه الطريقة وتخليه يجف بعدين تزرع. صلى الله وبارك.